ضلينا اخر مشروع جافا سكريبت. هنعمل مشروع تو دو ليست، يعني مثلا هو عبارة عن بروجكت بيخليني اتعلم انه نتعلم نشتغل الجافا سكريبت اكتر. هو اصلا الشغل بتاع الجافا سكريبت حيث كل ما تعمل لك مشروع مشروعين ثلاثة وتجربون تشتغلون وتجربون تشتغلون بعشوية لحد ما تلاقي نفسك انك تبقى شنو بروفيشنال في المزرعة بتاعت كتابة الكود، وتعرف انه تبعني كده وتبعني كده. واذا مسحت الحاجة الفلانية تقوم تجرب وشوف الحاجة تنفذ ما تنفذ معناتها الكود الفلاني بيعني ليه ما الحتة دي. اوكي طيب، تدو لسه اللي هو انت عندك لسه يومية او كأنك قائمة بتاعت افكار حاجات اليوم، يعني مثلا تقول make a website تضغط على علامة البلس. اوكي تقول مثلا call my sister. اوكي هذا تعمل خلال اليوم، يعني مثلا مثلا نقول دكتور appointment، عندك مقابل مع طبيب مثلا. اوكي ف مع إمكانية أنا ممكن أعدل فيها، ممكن أمسح، يعني مثلا ممكن أمسح ميك ويب سايت، ممكن أعدل فيه دي. مثلا أقول go to my friend مثلا واعمل كليك برا كده انا عدلتها. فشوف ممكن انت تضيف اي حاجة انت دايرها to someone. فدي ده الطبيعة بتاعت البرنامج كده. اوكي عاوز الغي، عاوز اقفل، عاوز اعمل edit. هو عبارة عن project بسيط ظريف فوق HTML و CSS3 وفيه جافا سكريبت. اوكي يلا نشوف، ممكن نشوف الكود. ممكن نشوف الكود بتاعنا عامل كيف بالنسبة لي ال HTML. اوكي طيب عشان نبدأ البرنامج بتاعنا نعمل فولدر. هسألك بالبجنة نسميه to do list أو بس نقول to do project. to do project يبقى نعمل مستنداتنا. index.html ونعمل style.css ونعمل ال JavaScript main.js. اوكي طيب نبدأ ب ولو open with sublime ونكتب html و في نسميها to do list.
هضيف اللينك بتاع ستايل css عايزين نشتغل بجوجل فونت برضو فونت جوجل هي تكتب اسم ال ممكن نقول مثلا هند سعيدي يظهر لك هنا تقول له اضغط على امبيد تار سي في طيب تاني فضلينا امشي البودي نكتب H1 span class as a new title to do span here in active okay نزلت تحت اعمل ديف كلاس اللي هو هنعمل انبوت فمسكين ونشغل لما نيجي نشتغل بتاع الفورم يكون في انبوت انا ده اعمل انبوت اللي يعتبر انه بنعمل كليك على الحاجة يحصل لها انبوت لو نعمل كليك على العلامة بتاعت البلس طيب ديف كلاس انبوت ديف طبعا هذه بعدين هرجع استدعيها برضو في الجافا انتر هكتب تاني input type input type يكون نوع text ده نوع input اديها class برضو input و يكون place holder ذكينا هون ال place holder what do you want to do ممكن اديها نقطتين كده ترانسفيجرد انتر ثم بوتن اديها كلاس برضو كلاس ون اد طبعا احنا عايزين نضيف اد
هنا هيكون عندنا حاجة اسمها I sorry I اللي هو ده هيخلينا نعمل علامة الزايد وال I class. ايوه عند ليو اسمه FAS FA-plus. بدينا شنو يا اخوانا؟ بدينا علامة الزايد. طيب الاي مكفول وعندنا القفلة تحت البوتن. تمام. طيب تحت في الديف تحت اقول سكريبت سورس وهيكون شنو مين دوت جي اس. اوكي نعمل كنترول اس نشوف حاصل شنو. تدو ليست عندنا دي وان بليس هولدر ظهر اللي بتظبط ظهر ده بتاع زي الناس لكن عندنا ريفرش تاني نمشي هنواصل شغلنا. طيب نمشي على الستايل في الستايل سيت نقول الروت. طبعا الروت ممكن تكتب الروت وممكن تعمل ستار. مارجن سوري مارجن زيرو padding zero padding zero box size border box. ماشي نازل تحت بعد نشتغل البودي. نقول له مثلا الهايت مية في المية باك جراوند كولر نمشي نجيبه من النت إذا كان الموقع لك ظريف. كوبي هنا بيست سمي كوما برضه هنكتب تاني بوك سايزينج عشان الموضوع يضبط لينا اكتر. بعدين يشتغل اتش ون كولر
تري اف فونت سايز في رام فونت ويت خليها 50 تكست الاين سنتر نقول المارجن المارجن يا ون ريم زيرو ثري ثري ريم فونت فاميلي عندنا باقي فونت فاميلي نجيبه من جوجل فونت فونت جوجل اوسم انتر يا تمام نيجي بعدين نشتغل التايتل كلاس تايتل تايتل افتح القوس انتر نعمل الكولر لايم ليموني تكست ترانسفورم يكون ابر كيس فونت ويت 800 يعني تا نشتغل ال in ال input if input if صور كان عمل ال dot enter display flex justify content center align items vert center شغل input ك input براها padding 0.5 ram 1 ram outline نون لو في طبعا اي ديكوريشن او كده بيشيل علينا برضو البوردر سوري بوردر راديوس سوري راديوس طبعا اللي هو الدائري border radius يكون 25% اللي هي دي الحتة اللي اخدتين فيها to do list what do you want to do
transition in 5 RAM. Font size 1.15 RAM. بعد نعمل add عندي now class و outline none border none. Order radius 25 pixel. Width 50 pixels. Background color icon name color كتب عنا كبا height كورسر اللي هو المؤشر كورسر بوينت كورسر بوينتر ترانزيشن ات 5 margin zero point 25 RAM طيب عندنا تاني add class hover opacity 0.7 opacity اللي هي قلنا الحدة الشفافية shell container on display flex flex direction column column كتبناها نكتب justify content center align items port center line
سنتر، حياتنا كلها في السنتر. انا شغل مارجن توب تو ريم نشتغل. طلعنا الكلاس بتاع الايتم بادينج 0.5 رام بوردر داش بوتون 4 بيكسل سوليد دي كولر وايت ماركي بوتون 1.5 رام ايتم داش انبوت سوري underscore input background none من غير background outline برضه none border none color white font size 1.4 them width 1054 بيكسل اللي هو العرض بتاعه الشغل بتاع الإيديت دوت إيديت باك جراوند من غير باك جراوند هيكون برضو border none font size 1.4 rem font
فهمني. تصريف ماركن 0.5 رام كورسر بوينتر نشتغل ال الزر بتاع ريموف اديت ريموف كان عندنا ريموف شغالين في الكلاس بتاع ريموف هو زي ده نعمل له كوبي نعمل له بيست بس نغير ال الكلر اي 00 هاشتاج بس شوف الحاصل شنو اوكي بس ما زال راح بالتظبيط شوية نرجع تاني طيب نعمل ريفرش تاني تمام بس بعدين يجي نشتغل شغل بتاع الجافا طيب بالنسبة للجافا شيله أسعار طوالي طيب هنبدأ بالكونست اللي هو ثابت كونست كونتينر equal document dot query selector بص كونتيشن واحدة دوت كونتينر نعمل سيمي كوما نعمل متغير اسمه فار متغير فار انبوت value equal document equal document dot query نفتح غوص ونعمل برضه هيكون dot input كما انتر كونست اد ايكوال دوكيمنت دوت كيو
يوري سيلكتر تحوس كما دوت اد طيب عندنا if statement if تحوس window dot local storage طبعا local storage راح يكون في تخزين local storage local storage dot get item اوكي مو هنا لما انا اكون في storage somewhere storage يكون local storage جاهز يعني من هي اضغط هنا اضيف بتاعي لها تحفظ حصل لها saving اوكي حتى لو قفلته وفتحته جيت تاني فتحته برضه تكون موجودة الا شنو جديد اعمل لها remove اوكي او تعمل لها edit طيب سوري جيس قد ايتم تو دو دبل كوتيشن تدوس نطلع برا الغوص الأول نعمل يساوي مرتين بلو undefined ما معروفة undefined نعمل الغوص دي والإنتر يكون var to do equal الغرزة خليها قيمة نخليها من غير قيمة اللي هو بس هو هينزل القيمة الآن أنا بدي أدي وبكتب له في to do list طيب تعال عندنا window dot local storage dot set item نفتح غوص داخل الغوص نكتب to do double quote to do's نطلع من الغوص نعمل كوما جيسون ليه جيسون طبعا اخواننا احد مكتبات او من احد مكونات مكتبات جافا سكريبت جيسون سترينج معظم النصوص معظم الحياة المدخل عبارة عن سترينج سوري دوت سترينج string stringify تحوص اكتب تدوس عمل سيما كوما نعمل انتر نيجي نعمل شنو var to do EX
equal window. dot local dot get item and double quote to this comma enter for the var variable to this equal json dot bars. To do ex comma عمل class item class enter constructor مفتاح غوص نيم مفتاح غوص this dot create element اللي هيحصل لها create item نقول create item name var item books equal document dot create element تعوز single code div سمي كما enter نعمل item item books dot class list هيكون في لسه طبعا اخوانا dot add الإضافة هتكون شنو برضه هتكون عبارة عن item single code item سمي كما اشتغل الفار ونديو input equal document create element single code on input enter start input type no I can show context
اسم الجامعة. انتر input dot disable equal true. ولازم يتم ادخال input dot value القيمة المدخلة. input dot value equal name كما input dot class class list dot add تعال غوص single code item underscore input اسم الكما. الثاني عندنا قيمة لو ده نضيفها الإيديت. أظن أنا أقدر أعمل إيديت للليست بتاعتي. var edit equal document create element تحت الخوص single code button اطلع برا الخوص سيمي كوما enter edit class class list dot add افتح غوص single code edit تكون edit dot add event listener تفتح الغوص دي هنكون عن شنو كليك الماوس كليك كوما سوري كوما بعد الكوتيشن افتح غوص خلي فاضي يساوي larger than hello this dot edit افتح غوص input كوما name اسم الكوما بعدين نشتغل ال الريموف. احنا عملنا الايديت احنا نديها متغير متغير فار وبعد نسميه ريموف equal document dot create element احوص single code button
structure, remove class list dot add tacos single quote remove. Enter. Remove. Dot add event listener. After close. Comma. Single quote. Click. Document trigger. Click. Comma. Equal Arial Zen this dot remove towers item box comma name. هيعمل لي ريموف من الصندوق اللي هي في النهاية على داتا بتتخزن في صندوق, هعمل لك ريموف من الايتم بوكس سواء كان نيم او اي حاجة نزلت في البوكس ده. كوما طيب اي كرييت اليمنتر كرييت اليمنت او سيلكتر كل هذه لازم يكون عندنا حاجة اسمها اب انت تشايلد. نعمل لها كونتينر اصلا معمول دوت اب انت تشايلد نفتح الغوص ونقول له ايتم بوكس ونكتب item box dot app وصفة dot app app and child نفتح وص ولو input طلع برا سمي كومة انتر item books dot app and child مرضي الادت dot item books dot app and child تاوس ريموف طيب عندنا else input to disable
examination and type input dot sample. Enter. Let برضو من ال let زي الفار let index of equal to do's dot index of the capital the house name semicolon enter برضو نعمل to do's آخر بوس إندكس أوف إيكوال إنبوت دوت فاليو تسمى كومان إنتر ويندو دوت لوكال historic dot set item code to do this كان اخوان الزب ما يميل لانه طبعا الشغلانة بتاعت ال كده الكود شوية مرة بتكون string file فاكين الزول بيشوف لما يشوف الانجاز اللي عمله بينبسط اكتر تدوس remove item books name item books dot parent node dot remove لين نظبط remove child item box عشان نفعل remove الكود بتاع إزالة النص إذا أنا كتبت نص شوفوا enter let index equal to those dot index of taros name نعبر سمي كوما enter to do's dot splice افتحوز index كوما 1
طيب انا عندنا ويندو، ايوه لوكال ستورج عشان يعمل لها ريموف من اللوكال ستورج. لوكال ستورج دوت سيت ايتم تاغوس كوما تدس كوما جيسون دوت سترينج فاي تطلع برا سيمي كوما. عندنا add dot add event listener افتح غوص click صور click مفترض تكون event to quotation لهنا كليك اعمل كوما تشيك كوما انتر ويندو دوت اد ايفنت لسنر كي داون عشان تنزل تحت. برضه مفترض يكون في علامة تخصيص عشان نجي علامة تخصيص كوما قوسين اي equal larger than تحوس هنا في if statement if e dot which equal 13 13 يا اخوانا بنعني بيها زر انتر. اي زر في الكيبورد يكون عنده رقم، ف 13 بعد زر انتر عندنا تشيك حسين سمي كوما انتر الحياة بقى نحن نعمل معناتها في مشكلة نشوف الحاصل شنو ترى الاس لسه لانه ما انتهينا. عندنا فاكشن فاكشن تشيك نفتح غوص نطلع منه نفتح غوص انتر نعمل if statement if تعوز input
value dot value. Siamo qua per to do's dot push. Push يعني هو يعني ينزلنا تحت بعض بالترتيب تحت بعض، كل ما انا اضيف قيمة تنزل تحت. واللي هيكون بوش شنو اللي هو input value dot value input value dot value كمان enter window dot local storage dot set item افتح غوص code to do's برضو نفس الحكاية comma json dot string string file comma enter input value dot value equal علامتين تنصيص فاضية سيكو عندنا for loop for loop نقول var v equal equal 0 then v larger than less than to do dot length comma v plus plus ده قريب البرنامج اللي كان اخذناه في الاول لما هنا يطبع علينا 10 ارقام بس هنا قلنا اصغر من to do's length هل بعدين يعمل هيك اي حاجه باللون الاحمر او البنبي ما عاد في مشكله new item V comma enter new item عشان نقول ناخد قيمة نسميها سبورت كنترول اس نشوف الحاصل شنو طيب يبدو انه ما شغال لكن في something انا خلنا الكتابة على الكود دي يعني اصلا انت تكون نسل لك حاجة
نعمل مراجعات سريعة. طيب بعد ما عملنا بعض المراجعات شوف حصل شنو. اوكي اشتغلت. هلو والد انت شغاله؟ تيك زي التيكت او تيك اي حاجة. تمام كده احنا خلصنا من مشاريع. اشتغلنا حوالي 4 مشاريع بالنسبة لي. الجافا سكريبت كان اشتغلنا بال image slider split الباي chart واخر واحد تو دو ليست. ونصيحة يا اخوان، كل ما عملت مشاريع او برامج، كل ما اشتغلت، كل ما تتعود، كل ما تتعلم، كل ما تعرف انه مرات الكود ممكن ما يقع عليك. هو ده قصد بشنو ربع مال بشنو يعني. لكن من خلال الممارسة تتعلم، هتعرف الحاصل شنو، هتعرف الكود ده بيعني شنو. برضو جرب انك انت تمسح الكود وتعمل سيف، تشوف ده لما انا مسحته وعملت تصحيح حصل شنو، وبديك انه بوريك انه بالضبط الحاجة يعني بتعمل لك شنو. في حالة مثلا مسحت الكود ده عملت كنترول اس بحيث بالفريق ما عاد الحاجة دي ابدا تتعمل، ما عاد الكود ده بيعمل لي الحاجة الفلانية. ف انصحكم انكم يعني ما تقفوا على الكورس ده، انطلقوا فتشوا اعملوا مشاريع كثيرة، نزلوا الكتب اقروها عن الجافا سكريبت، بي دي اف، امشي اليوتيوب، خش الكورسات اونلاين. ف جرب كل الحاجات. اكتب لكم الايميل بتاعي تمام 239-22@gmail.com. اوكي ده الايميل بتاعي تواصل. وشكرا جزيلا، ونلقاكم في مشاريع أخرى إن شاء الله.